تاخد فكره بقى عن القاعات الملكيه. دي قاعه ملكيه بتعمل ايه؟ بيعمل فيها ايه الحاكم؟ الحاكم بيجيب فيها مجلس شورى بتاعه يتشاور في امور الدوله. الحاكم يجيب القاضي، واذا كان في قضايا يحضرها بنفسه ويحضرها بنفسه هنا مع القاضي. اما لقاءاته مع الشعب اللي هي فيها برضو احكام، دي في مكان تاني. المكان دوت كانت القبه دي اللي انتم شايفينها، الخشب دي البني دي، كانت عباره عن قبه كبيره زي قبه الجوامع كده، وبالازاز المعشق تقوم تدخل الاضاءه بدرجات معينه تحفه. لكن بيقول لك لما جم بقى ايزابيل وفرناند جم هنا، فقال لك هنقعدها فين؟ قعدها في الدور، نعملها دور تاني في القصر. فراحوا هاديني البتاع اللي فوق دي وعملوا المنظر ده. عشان بس هل ايزابيل جت هنا ولا ما جاتش؟ ما نعرفش. هي جت هنا طبعا، لانه في سنه 897 في نوفمبر اظن دخلوا هنا، وجت الملكه بنفسها هي والملك عشان يستلموا مفاتيح غرناطه. بس بص بقى ايه، هتلاقي الرسومات دي اسلاميه بقى بحته، مفيش كلام. الرسوم دي كلها، لكن هتلاقي لو حاطين التاج الملكي بتاعهم في النص، التاج الملكي في النص، رسومات التاجات بتاعتهم هنا كده على الحيطان عشان يثبتوا، يحاولوا يغيروا القصه. لكن هنا كمان في حته كده على جنب كده، ده ما نقدرش نقول ليه هو المسجد، لكن هو مصلى اعتقد، يعني كان بيصلي فيه الحاكم مع القضاة مع اهل الشورى. تعالوا نبص عليه ونكمل رحلتنا في قصر الخمراء. شايفين المصلى؟ لا غالب الا الله، اقبل على صلاتك لا ولا تكن من الغافلين. وشايفين هو بيبص على قرطبه كلها، على غرناطه كلها، منظر الحقيقه يعني في منتهى الجمال. كان بيصلي هنا الحاكم ومعه بقى اهل الشورى، معه يعني الرسومات، مش معقوله دقه يعني. هم طبعا معتنين بيها هنا، لكن دي موجوده من ايامهم، يعني مرسومه من ايامهم. في عباره مبرجل لنا شويه، العز لابي عبد الله، يقول لك لا ده مقصود بيه الحاكم زمان، كان في واحد اسمه محمد الخامس مهم جدا. لكن بعض الكتب بتقول لا، هو ده أبي عبد الله اللي سلم المفاتيح. لما كتب العبارة دي قم ضاعت الأندلس. في بعض المفسرين اللي هو محللين التاريخ، ولا غالب إلا الله تمام، لأن أول واحد من بني أحمر لما دخلوا واستقروا هنا فقالوا له أنت الغالب، قال لهم لا غالب إلا الله. ده أول واحد في بني أحمر، آخر واحد بيقولوا أنه كتب العز لأبي عبد الله فضاعت الأندلس. أمجاد يا عرب أمجاد، الله صحيح. الله، دي الساحة بقى اللي كان بيستقبل فيها السلطان الشعب. دي واجهة كومارش، مش متأكدين أول الاسم منسوب لإيه، إنما ممكن تبقى قمة العرش، المعنى دخلت في بعضها كده، لأن هنا هنلاقي قاعة العرش. الواجهة دي معمولة مخلد فيها آخر أثار المسلمين، حاطين آية الكرسي الآية الكريمة، وبيقعد كان هنا السلطان، يقولوا الناس اللي هم منتظرين في الناحية التانية، يقعد معاهم جلسات خاصة. يعني واحد عنده مشكلة يجيله يخش لوحده ويقعد يحكي مشكلته للسلطان. الشبابيك اللي انت شايفينها دي معناها ان احنا في المكان الخاص بحريم السلطان، يعني فوق ده ما حدش يطلعه، انما تخش من هنا هتخش على قاعة الحكم، قاعة العرش، عرش السلطان. وطبعا النوافير دي كانت موجودة، هما يحبوا المية ويحبوا الحاجات ديت.